النهارده ان شاء الله مع بعض يا بنات هنعمله ماسك ترطيب. ماسك دوت رائع جدا بيرطب، وهوريكم ازاي بنستخدمه. قناع اصاله، منتجات اصاله تحفه، اللي ما بيعرفهاش او ما جربهاش قبل كده هي بجد جميله جدا. ده اللي انا جبتها معاك في مشترياتي شهر 9 10 عفوا. فازاي طريقه تحضيره؟ هو تحضيره بيتحط معلقه زبده زبادي مع معلقه عسل بتحطيهم، بس انا حابه ان انا اضيفه حاجات تانيه عليه. ماشي، هو بيجي جواه 3 اكياس، انا هاخد بس معلقه منها. هو عباره عن ترمس مطحون ونبات بلسمي. بلسمي النبات اللي هو بيرطب، هاخد معلقه صغيره منه. خدت منه معلقه صغيره، وهاخد شوفان برضو حوالي معلقه صغيره من الشوفان. الشوفان بيرطب البشره بطريقه فظيعه، وبيعمل لها شويه زي سكراب او تنظيف عميق كمان. عندك الكركم بيبيض البشره، بس الكركم هيصفر البشره شويه، فخلي بالك ان بتاخدي حرف معلقه منه بس مش اكتر كركم. ماشي، بعد كده بقى هاخد جلسلين. الجلسلين بيتجاب من السبتريات، بيكون اضمن حاجه، او من السوبر ماركات. باخد برضو معلقه صغيره من الجلسلين. ماشي، هاخد برضو معلقه صغيره من زيت الزيتون. زيت الزيتون هايل جدا للترطيب. واخيرا هاخد معلقه صغيره من عسل النحل. ماشي، وهاخد معلقه زبادي. وهخلط كل المكونات دي على بعض، وبيتحط الماسك على بشرتي لمده ربع ساعه مش اكتر. والماسكات الطبيعيه ما بتتحفظش فيها خالص، دي بتتعمل اول باول وبتستخدم على طول، ما ينفعش ابدا اني اركنها او استخدمها. الماسك اللي بيكون فيه ليمون او خل تفاح ممكن يستغنى عنه، ممكن تحطيه مره او مرتين في يوم او يومين في التلاجة. المنظر ده كده احنا بقى خلصنا الماسك ده. ماسك ترطيب رائع جدا، يا رب يعجبكم. لو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا معايا صفحتي اعجاب واشتراك في صفحتي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.